طيب now we will start to explain asexual reproduction in plants يعني التكاثر اللاجنسي في النبات. هنا معناها ايه اللاجنسي دي؟ يعني now we will study reproduction in plant without need of flower. مش محتاجين flower هنا بقى، ولا محتاجين انسر وستمن ولا ستيجما ولا اوفري ولا اوفل ولا الكلام ده. Some plants have developed special type of asexual reproduction called vegetative reproduction. Called ايه؟ vegetative reproduction. يبقى النوع ده من التكاثر اللاجنسي اسمه ايه؟ اسمه التكاثر الخضري. vegetative reproduction. وانا اشرحه دلوقتي. It's a kind of asexual reproduction in plants. يبقى التكاثر الخضري ده نوع من انواع التكاثر اللاجنسي في النباتات. It takes place by دي معناها بواسطة اللي هي باي يعني. Parts of root. Parts of stem, parts of leaves, parts of buds. بناخد أجزاء من البراعم أو أجزاء من الأوراق أو أجزاء من الساق أو أجزاء من الجذور ونستخدمها في عمليات التكاثر من جديد، وهنعرف إزاي. There are two kinds of vegetative reproduction which are natural vegetative reproduction, artificial vegetative reproduction. يعني في تكاثر خضري طبيعي وتكاثر خضري بواسطة الإنسان. الناتشرال فيجيتيتيف مش عليا فيه غير التيوبرز. مش عليا فيه غير مين؟ تيوبرز. فلذلك علشان ما نضيعش وقت. We will study only one of them which called reproduction by tubers. يعني ايه tuber؟ It's a swollen part. Swollen part. From a horizontal root. بناخده من الجذر، جزء صغير كده باخده من الجذور. Or terrestrial stem أو من الساق. Which بس بشرط هتاخد الجزء ده اللي swollen part ده من الروت أو من الستيم بشرط يا أستاذ ياسين. إيه الشرط؟ بشرط إن الجزء ده contain growing pods. لازم يكون الجزء اللي هتاخده من الجذور أو تاخده من الساق يحتوي على growing pods براعم نامية and it's used for vegetative reproduction. يبقى الجزء اللي بناخده من الستيم او الروت اللي هو بشرط يكون فيه growing pods ده بيستخدم في عملية الايه vegetative reproduction. Tuber is root من الجذور as sweet potatoes زي الايه البطاطا. Or steam او اخده من الستيم بتاع مين؟ بتاع البوتيتوز البطاطس. شايف الاجزاء دي تبقى باجزاء باينه قوي ان هي يطلع منها اجزاء تانية من نفس النبات. خلاص. Activity to identify reproduction by tubers. ده بقى بيأكد لك ان احنا نقدر نعمل عملية تكاثر وانتاج جديد من التيوبر. ازاي؟ Cut a tuber of potato into multiply slicks. حاضر. قطعت اهو البوتيتو دي بس بشرط يكون فيها ايه؟ growing pods لأكثر من شريحة. Where each slick should contain pod or more. لازم الشريحة يكون فيها ايه؟ برعم او اكثر من برعم. pod or more. ده الشرط بتاعها. وبعدين ازرعها بقى. Cultivate these parts and water them regularly for a week. اعمل لها irrigation او irrigate يعني ري لمدة اسبوع وانت زرعها فين في التربة. هتلاحظ ايه سيادتك؟ هيطلع لي التو سيستمز المعروفين بتوع البلانت الشوت والروت. Some pods بعض البراعم دي زي ما انت شايف اهو grow forming root system. بعض البراعم دي هتنمو وتكون لي root system. و other pods grow forming shoot system. بعض البراعم بقى التانية هتنمو وتكون لي شوت سيست. After days بعد عدة أيام new tubers grow. New tubers grow. بينمو أمثالها وبنستمر على الوضع ده عادي جدا. يعني في ناس بتستخدم الوضع ده لزراعة البطرس عندها في البيت. خلاص؟ أدي النوع الأول في الريبرودكشن أو الأسيكشوال ريبرودكشن اللي هو الفيجيتيتيف ريبرودكشن. النوع الثاني من الارتفيشال فيجيتيتيف ريبرودكشن خلي بالك بقى it take place by four ways. it take place by four ways.
cutting, grafting, tissues culture, layering. بس احنا علينا اول ثلاثة بس اللي هما cutting بالقطع خلاص، او grafting بالتطعيم، tissue culture زراعة الأنسجة. We will study the first three ways only. طيب number one, reproduction by cutting، التكاثر بالقطع او بالعقلة. عارف انت يقول لك انا هاكل عقلة قصب، ايه العقلة دي؟ برضو مشترطين يا عم ياسين ان العقلة يكون فيها بود، شرط اساسي في الارتفيشال ريبرودكشن عامة. خلاص ذا كات، ايه هي العقلة؟ It's a part of root or part of stem or part of leaf that is taken from a plant for reproduction. سهلة جدا، جزء انت بتقتلعه او بتقصه او بتشيله من الجذور او من الساق او من ورقة النبات عشان تعمل بيها عملية ايه؟ reproduction. هو ده اللي بنسميها الكات او العقلة. It's common for the cut to be branch carrying many pods. خلاص لازم يكون اللي انت هتقطع منه ده يكون فيه العديد من الايه؟ البودز. Examples، ايه الامثلة اللي انا بطبق بيها reproduction by cutting؟ grapes، roses، sugar cane اللي هو اعواد القصب او العنب او الروز. Activity 3 to identify reproduction by cutting، عشان نطبق التكاثر بالايه؟ بالتعقيل او باستخدام العقل. Get some cuts of different plants. خلاص خدنا اهو عينة منهم اهو، خدنا ايه؟ cut containing pods، cut containing pods. Cultivate them in a pot، ازرعهم في قصرية زرع كده. Full of soil، مليانة ايه؟ تربة. Such a pod or more should appear above the soil surface. الجزء اللي فيه pods لازم يكون ظاهر. Number 3, irrigate the cut regularly for a week. اختلفتش حاجة في الاكتيفيتي اللي فوق. خلاص؟ هتلاحظ ايه بقى؟ pods period inside the soil، البود اللي اتزرعت تحت السويل مالها؟ form root system. لكن البود above the soil form ايه؟ shot system. Number 2, reproduction by grafting. التكاثر بالتطعيم. تطعيم ازاي؟ هقول لك دلوقتي. In reproduction by grafting, a part of plant which contain more than one bud، مالها يا سيدي؟ known as graft، is selected to be placed on branch. بنختارها علشان نزرعها جوه فرع نبات، بنزرعها جوه فرعية نبات. is selected، يبقى الجراف دي او الطعم ده انا بختاره عشان اضعه في احد الافرع. selected to be placed on a branch of another plant known as stock. يبقى انا عندي جراف وعندي ستوك. خلاص مين اللي بيتحط في مين؟ الجراف بيتحط في مين؟ في الستوك. methods of grafting، طرق التكاثر بالتطعيم. number 1, grafting by attachment. number 2, grafting by wedge. the two methods can be occurred by the following steps. number 1, the accession and the stock are cut with two integrated angles. عشان نفهم ال two integrated angles، ادي الجراف وادي الستوك، وهما الاثنين كل واحده مقطوعه بزاويه عكس الثانيه بحيث يحدث ما بينهم ايه؟ integration، تكامل. خلاص وبعد كده نعمل الاتاتشمنت اللي هو عمليه الربط او اللصق باستخدام الروبس. خلاص كده. نمبر 2، النوع الثاني اللي هو grafting by wedge. the graft is prepared in the form of wedge او البنسل شيب، بيظهر بنقطعها بشكل بنسل شيب، قلم رصاصه اهو مدببه يعني. this graft is inserted into cleft in the stock، وبعدين بندبح او بنقطع جزء في الستوك وندخل جواه الايه؟ الجراف، وبعدين برضه نعمل ربط. خلاص كده. نمبر 3، سيسيون اند ستوك ار تايتلي تايد توجذر، بيتربطوا بشده مع بعض. ليه؟ give reason to make سيسيون feed on juice of stock،
عشان نوفر حاجة اسمها نيوتريتيف ميديوم، وسط غذائي للجزء الجديد اللي انت حطيته، وإلا هيموت منك في الحال. طيب خلي بالك لو سألك بقى الاكزامبلز، ودي سؤال مهم جدا وبيكرر كتير. Grafting by attachment is occurred in mango trees، لكن grafting by wedge is occurred in large trees. The produced fruits by grafting belong to، ده سؤال مهم جدا وكان ينبغي عليك انك تقول لي، طب هي الفاكهه اللي بتطلع او النبات اللي بيطلع بيبقى منتمي لمين بالظبط، يعني بقى تبع مين؟ The produced fruits by grafting belong to the type of، بيبقى حسب نوع الجراف، الطعم اللي انت حاطه اهو يا سيدي. The kind، this kind of reproduction is used only between، النوع ده من التكاثر بيحدث ما بين highly similar plant species، ما بين النباتات المتشابهة، ومش بس متشابهة، highly similar plant، الأكثر تشابها، such as orange and nearing apples and pears. Finally tissue culture، زراعة الأنسجة. tissue culture يعني زراعة الأنسجة أو التكاثر من خلال زراعة الأنسجة. It's a process of multiplying small parts، عملية multiplying small parts of a plant to get many identical parts، to get many identical parts. إزاي يعني؟ قال لي والله the tissue is separated from the upper part of the stem، النسيج أنا باخده من الجزء العلوي من الساق، خدته من هنا هو، وبعدين placed it in nutritive medium، قلناها كذا مرة في السيشن النهاردة، nutritive medium وسط غذائي، يبقى أنا قطعت حتة صغيرة من نسيج النبات وحطيتها في سويل جديدة خالص وعزلتها، بس وفرت لها nutritive medium containing إيه؟ containing nutrients and hormones، هرمونات ومواد غذائية. The new plant starts to grow till certain size، لحد مسافة معينة أو لحد جسم معين، وبعدين the new plant is then transferred to the soil to grow normally، بيذهب إلى السويل علشان ينمو إيه؟ طبيعيا. يعني هو في الأول بينمو لحد مرحلة معينة من إيه؟ من السايز، من الحجم. بعد كده لو أنا مثلا زرع بطاطس، معروف البطاطس بتنمو فين؟ underground، تحت الأرض. سؤال مهم جدا، tissue culture is considered from important modern way to increase crops، دي طريقة جديدة جدا ومهمة جدا لزيادة المحاصيل. ليه؟ because it's a process of multiplying small parts، طريقة استخدام أجزاء صغيرة من النبات to get many identical plants، للحصول على العديد من النباتات المطابقة للشكل. بكده نكون انتهينا من السيشن النهاردة، شكرا جزيلا.